كمان وبالتزامن مع هذه القمة نظمت المجموعة الصينية للنشر الدولي الصين اليوم ندوة بعنوان قمة الـ20 في الصين ودورها في تنشيط الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية. نشوف جزء من هذه الندوة ونرجع بقى نتكلم على هذه الزيارة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين ومشاركته في قمة الـ20 وأهميتها بالنسبة لنا. المقصود بالندوة أن نبرز أهمية الزيارة اللي بيقوم بها الرئيس، أهمية مؤتمر قمة الـ20، ومؤتمر بدأت اجتماعاته من سنة 99 ويحقق دائما توافق بين القوى العظمى. تخيل الصين وروسيا يجلسان مع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، بالتأكيد بيتوافقوا على أفضل ما يمكن أن يكون عليه الاقتصاد العالمي، لأن صار الاقتصاد العالمي كله في مركب واحدة. انتهى زمن الاستقطاب والثنائية القطبية وما إلى ذلك، وإن الكل لازم يعلم أننا كلنا نسير في عالم منفتح على بعضه البعض. ومصر خدت هذا الدرس، الرئيس فتح جميع ملفات السياسة الخارجية، وده هيكون واحد من أهم الملفات لأنه بيقابل أغنى 20 رؤساء دول في العالم كله. بالنسبة لمصر، أول مرة تدعى لقمة الـ20 في الصين، هي وبعض الدول الأفريقية، دولتين كمان السنغال وتشاد، للتباحث في الشؤون الاقتصاد العالمي. هي قمة مهمة في توقيتها وفي مكانها. توقيت النهاردة الدول العالم كلها بتعاني، أو الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ شديد، وأهمية الناس أو أغلب الاقتصاديات حاطة أمال كبيرة عريضة على مخرجات المؤتمر ده اللي بتأمل تكون تساعد على الخروج من المأزق الاقتصادي العالمي. مصر مش بعيدة عن المشكلة دي، بل يمكن العمق المشكلة عندنا أعمق شوية من بعض الدول. فنأمل إنه القمة دي تكون فيها بعض القرارات أو بعض الاتفاقيات ما بين الدول على رفع كفاءة الاقتصاديات العالمية. ما فيش شك ان وجود مصر بيديها ثقل، بيديها اهميه، بيرجعها تاني على الساحه الدوليه من الناحيه السياسيه ومن الناحيه الاقتصاديه. الصين من الدول الضخمه اللي بتساند مصر بشكل كبير سياسيا واقتصاديا، ونامل ان احنا نشوف تطور اكتر في العلاقات بالنواحي الاقتصاديه، لان السياسه، العلاقات السياسيه ماشيه بصوره افضل